الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا جدا، وموضوع الحقيقة واسع الانتشار شديد الأهمية، الألم. احنا هنتكلم النهاردة عن ألم، وألم أسفل الظهر وألم الظهر. يعني مين في مصر يا جماعة ظهره ما بيوجعوش؟ احنا بنعمل حاجات بظهرنا أو بنعمل حاجات ممكن تضر الظهر كتير قوي، منها الوزن الزيادة، ده من أكتر الحاجات. حاجات تانية بقى كتيرة بقى في العالم دلوقتي، علم مهم جدا بقاله سنين طويلة موجود وفي مصر برضو وناس كتير ما تعرفش عنه حاجة، اسمه علم علاج الألم. ده مهم قوي طبعا بعد التشخيص، نحن أطباء بيهمنا جدا التشخيص، لكن علم علاج الألم ده هنفهمه النهاردة من واحد من رواد هذا العلم، واحد من الكبار على مستوى المصري والعربي والإقليمي. أنا سعيد جدا بحوار من طراز رفيع مع اسم كبير في علم كبير، علم علاج الألم ده علم خطير جدا ومهم للغاية ومتنوع للغاية. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي بكلية الطب جامعة عين شمس، الاسم الكبير والرائد القدير لهذا المجال. أهلا بيك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك. كل الناس ظهرها بتوجعها، كثير من الناس، إحنا بنسيء استخدام ظهرنا صح؟ ده حضرتك بتقول مقدمة رائعة، ربنا يخليك. وأضيف عليها الجيم، بيجي لي ناس يعني شباب وبيلعب جيم، وتلاقيه بيلعب الجيم غلط، مدرب مش فاهم يخليه يشيل اثقال غلط، دي بقت منتشره برضه. فطبعا الام الظهر دي والرقبه والموبايل، حضرتك قلت برضه الموبايل، الحاجات دي مهمه جدا. انا ليا تجربه في الجيم دي لا انساها. لا انساها. هقول لحضرتك اللي بيحصل في الجيم ايه. رحت مره وانا يعني بلعب ملاكمه، بس مش راجل كبير، مش صغير في السن يعني، فروحت اتمرن في جيم، من الجيم جيم مشهور قوي. دخلت على جهاز رفع اثقال بيحطوا فيه الاثقال. فلقيت واحد هو اقل ما يتقال عليه ان هو ما بين البشر وما بين الكائنات الفضائيه، حاجه اطول مني وانا طويل ضخم، وادي اربع مرات وكله عضلات، يعني بطل، يعني واضح ان ده بطل مصر او بطل العالم في كل حاجه. يعني داخل بيتمرن على نفس الجهاز اللي انا بتمرن عليه، وقال لي جمله لطيفه، قال لي يلا 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 بكباتن مع بعضينا. فانا طبعا ايه يعني، انا برضو ايه الحمقه، حط 500 حاجه كده وبدا هو يشيلها، وقال لي يلا عاش. ادخل في منتهى الخطوره طبعا. انا اتخورت وحبيت ان انا اشوف، قلت يمكن اعرف اشيلها، ما عرفتش احركها. قلت له عاش انت، عاش وربنا انا جالي خليك لينا يا باشا. الشهر اللي فات طفل 15 سنه وعنده اكيوت ديسك، ديسك حاد 15 سنه، والناس محوله دكتور مخ واعصاب، وبعدين قال لك هعمل له عمليه ازاي، ده 15 انفجار في الديسك، يعني انفجار في الديسك من شيل غلط. يعني برغم ان هو في السن ده يعني لسه الغضاريف المفروض ما يشتكيش من حاجه. ولا هو حاجه مهمه جدا، اعداد غلط، شيل غلط، موبايل غلط، نومه غلط، اسباب كتيره تخلي الديسك يظهر في الرقبه وفي الظهر. سؤالين مهمين قوي. التخصص علاج الالم التداخلي، هذا هو صحه العالم الان. السؤال الاول. السؤال الثاني، نوع معين من الالم مهم جدا هو الم العمود الفقري. انا عايز حضرتك تشرح لنا السؤال الاول والثاني. علاج الالم ده علم جديد نسبيا في الطب، كانوا كان زمان كل تخصص يعالج الالم بتاعه، دلوقتي لا، بقى الالم وبالذات الالام المزمنه بقى ليها دكتور مخصوص يعالجها. الالم بيتنقل عن طريق الاعصاب، فشغل علاج الالم التداخلي العمل على الاعصاب الملتهبه اللي فيها اللي بتنقل الوجع. بنعالج بقى الام العمود الفقري، الصداع، الام الحزام الناري، الام تانيه كتيره جدا، الام الكانسر بانواعه، الام المفاصل. واشهرهم يعني اقدر اقول ان 50% 60% من مريدي او اللي بيروحوا لعيادات علاج الالم علاج عمود فقري، وبالاخص المنطقه القطنيه اللي هي اسفل الظهر. وكانوا زمان الاتجاه الوحيد انه يخش يعمل عمليه ولا يجي له غضروف او كده، دلوقتي الموضوع تطور والعلم كله بيتجه الى بنسميها مينيمال انفيزيف سيرجري، ان انا بدل ما اعمل مراره مفتوحه بعملها بالمنظار، بدل ما اعمل الركبه عمليه مفتوحه بعملها بالمنظار. نفس الكلام في العمود الفقري، وفي عمليات لا لازم تبقى مفتوحه،
في عمليات تانية لا ممكن اعملها بابر تخش للغضروف اللي فيه مشكله والعصب اللي فيه مشكله ونعالجه باجهزه جديده. وده التطور بقى، ده الحاجات الجديده اللي بتحصل، لان يعني تخيل بقى فتره نقاهه احسن عن يخرج في المستشفى بسرعه. فطبعا العلاج الغضاريف بالطريقه الجديده اللي هي كوبليشن او كواجيليشن اند ابليشن بتخلي المريض بيشنت ساتسفاكشن وارضائه هو يبقى احسن. نتائج اف دي ابروفد في كل العالم، الامريكا كفود اند دراج ادمنستريشن موافق عليها، دبليو اتش او موافق عليها. فهي مش تجارب، مش عدينا مرحله التجارب، هي حاجات ثابته وفيكسد جدا ونتائجها واضحه. ولازم زي ما انت برضه حضرتك قلت في الاول ان التشخيص مهم، التشخيص مهم جدا، ان انا اشخص الاول وبعدين ابتدي اتعامل مع المشكله اللي عند العيان. فدي حاجه من الحاجات الاساسيه، يعني كل الناس عندها الم في ظهرها، الظهر ده فيه جلد، فيه عضلات، فيه عظم، فيه مفاصل، فيه اعصاب، فيه غضاريف. المشكله جايه منين؟ لازم اللي بيشخص يشخص صح الاول. بعد ما يشخص صح كل حاجه ليها مشكلتها. من اشهر المشاكل في العمود الفقري اللي هو اكتر حتتين بيتحركوا، الرقبه والظهر واسفل الظهر، دول بيتحركوا كتير وبالتالي تظهر فيهم الغضاريف. الناس بقى بتسميها غضروف، تسميها ديسك، تسميها اي حاجه، لكن هو في النهايه هي دي بتبقى من اهم من مشاكل الورده. وزي ما وضحت ان كان في الاول عمليات مفتوحه، عمليه العيان يقعد له فيها ساعه ساعتين بجرح، يطلع بعديها يقعد في المستشفى يومين، وبعد فتره نقاهه طويله وتغيير على جرح وبتاع. دلوقتي بقى تطور، بس مش كل الحالات تنفع لها، عشان برضو ما اظلمش الجراحه، لا الجراحه مهمه في حالات معينه، وعلاج الالم والكوبليشن مهمه في حالات تانية معينه. الاسباب والاعراض الخاصه بالالم، الاسباب اتكلمنا عليها، الشيل الغلط، حضرتك قلت في المقدمه انه عامل بيخزن حاجه غلط، ده مشهوره جدا. يعني من اكتر المرضى اللي بيقولي في العياده العمال في المخازن يشيلوا غلط، وانه يوطي غلط، المفروض يوطي بطريقه فيكسد واضحه ان ظهره يبقى مفرود. النومه الغلط، انه قاعد نايم قدام التلفزيون فساند ظهره بطريقه معينه على الانتريه، مسكه الموبايل، الرقبه دي ربنا خلقها تبقى واقفه، حتى لو عملت حركه لتحت او لفوق تبقى مؤقته. لكن تخيل واحد ماسك موبايل لمده نص ساعه بيلعب لعبه، فعامل راسه كده وماسك موبايل، الاسترين والفليكشن ورقبته والعضلات بتاعت رقبته دي، وبعدين العضلات تقلب بقى بمفاصل، تيجي له خشونه في مفاصل. من اهم الاسباب الوضع الغلط والشيل الغلط وماسك الموبايل غلط والقعده على الكمبيوتر، ان الكمبيوتر بيبقى واطي وهو راسه كاتب او حد على اكاونتنج او اي حاجه محاسبه او كده. دي من اهم الاسباب اللي بتاثر في العمود الفقري وتخلي المريض يشتكي. في سؤال مهم جدا، لو انسان عنده مشاكل في ظهره، الم في ظهره ومهمله خلاص، سايبه بياخد مسكنات، سايبه بيعمل حاجات اللي هي قربه ميه سخنه وبتاع وكده، ايه خطوره، ايه المضاعفات اللي تحصل؟ الغضروف ده في مكان حساس جدا في العمود الفقري، ربنا خلقه عشان يمتص الصدمات. ان احنا لما بنتحرك او نمشي او ننط او نشيل حاجه، هو كوشن يعني يمتص الصدمه، اتحرك من مكانه وساده وساده. فاحنا عندنا في ظهرنا كذا وساده بقى، اتحرك من مكانه وزق على العصب. الاعيان الاول يشتكي بالم، تنميل وبعدين الم. لو الموضوع اهمل، الغضروف ده يدوس اكتر، يبتدي يعمل ضعف في الحركه، تدي العين يبقى عنده سقوط في القدم او في ايده تبقى حركتها اضعف، وده اللي مهمل يبتدي مشاكل الحركيه تظهر، وبعديها مشاكل التحكم في البول، لان في نفس العمود الفقري ده طالع منه الاعصاب المسؤوله عن التحكم في البول. فتلاقي من ضمن المشكله ان العين يقول لك انا ما بتحكمش في البول، عندي سقوط في القدم. دي كلها مشاكل، ولو سابها ممكن تبقى دائمه بقى، يبقى العيان ايه الاول بتبقى مؤقته، ممكن يرجع لو رجله نزلت او عنده صوت في القدم، لا لما يلحق نفسه في العلاج. المشكله الثانيه بقى المسكنات، المسكنات دي العيان يقول لك دي اسمها ادويه العظم، بتوجع المعده
واللي هم يمكن الناس مش عارفاها كتير بتوجع الكلى، لان المسكنات دي خطورتها على الكلى بتضرها، والعيان ده مزمن يقول لك انا ظهري بقاله سنتين بقاله ثلاثه، فاقول له انت بتاخد ايه؟ يقول لي انا باخد نوعين ثلاثه اربعه مسكنات في اليوم وبقالي سنتين. فانا اول حاجه بقولها له روح حلل الكلى، نعمل تحليل عشان نطمن، لان طبعا ما ينفعش. شوف وظيفه يعني الكلى اخبار ايه؟ وظيفه الكلى، لانه ما ينفعش انه ياخد مسكنات. طب ما احنا لازم حل. فيقول لي ما انا مش لاقي حل، بقول له لا الحل عندي. علاج الالم هو ده العلم عشان يحل المشاكل الالام المزمنه، ان هو يوفر له مسكنات يلحقه في المرحله الاولانيه، يوجهه ان هو يروح منه الالم، احساس رخم، احساس وحش سيء، ممكن يسبب ما يروحش شغل. ما يروحش شغل. ازاي نشخص المشكله؟ هو اي الم يجي عند واحد في ظهره او في رقبته، الطبيعي انه يقول انا هعمل ايه، هعمل اخد مسكنات، يروح لاي صيدلي وياخد مسكن، يوم يومين ثلاثه وضع طال لازم يروح لدكتور. الدكتور بيبقى فيه اختبارات بيعملها، يقدر يعرف والله انا ارفع رجليك، اختبارات بقى عديده يعني للوصول لسبب الالم ايه. اغلب الناس الالم بيبقى سبازم عادي في العضلات نتيجه قعده غلط، نتيجه أفشل. سواقه لكن الموضوع بيتطور. قفشه في العضله، سبازم يعني قفشه، سبازم في العضله، قفشه في العضله. بعد كده تلاقي ان هو لازم نعمل بقى فحوصات، ده الالم مستمر مش قادر يروح، في تنميل. وصف الالم مهم جدا ومكانه، هل هو في ظهره بس ولا ظهره ورجليه؟ فيبتدي لما يروح لدكتور متخصص يبتدي يطلب منه اشعاعات. الاشعاعات اللي بنحبها جدا الاشعه العاديه، نمره واحد، نمره اتنين اشعه رنين مغناطيسي. رنين مغناطيسي مستو عن الاشعه السي تي او بنسميها الاشعه المقطعيه، انه بيبين لي الخلايا والانسجه الطريه مش العظم، فاقدر اشوف العمود الفقري، اقدر اشوف الغضروف لانه من انسجه الطريه، اقدر اشوف الاعصاب وخروجها وخروجها من الظهر، هل متداس عليها ولا لا بالتفصيل، فنقدر نكتشف المشكله. ولكن وهي عيان عمل رنين بقاله سنه ولا ممكن نعيده، ممكن نطلب تاني رنين تاني. اذا هي في الاخر نتيجه كومباينيشن او يعني اجتماع ما بين تشخيص اكلينيكي وتشخيص بالفحوصات واهمها الاشعه العاديه والرنين. ناتي للجزء المهم قوي بقى في حلقتنا النهارده، ايه اللي بيوفره علم علاج الالم من احدث الطرق في التعامل مع مشاكله؟ كان الاول اللي عنده الم في ظهره ما قدموش غير سكتين، ادويه ومسكنات وقلنا مشاكلها، او عمليه جراحيه. مش كل الحالات تنفع فيها عمليه جراحيه، لاما عنده كذا ليفل كذا مستوى، يعني الفقرات القطنيه دي لو بنتكلم عليها خمسه، الفقرات العنقيه سبعه، فاذا العيان اللي عنده خمسه ليفل او خمسه مستوى ما هيعمل عمليه فين ولا فين ولا فين. او النوع الثاني ان المريض المرض اللي عنده خفيف مش مستاهل ان انا افتح ظهره، اذا انا اعرض مثلا زي الطفل اللي بقول لحضرتك 15 سنه ده، افتح ظهره 15 سنه عشان اعمل له ديسك؟ يعني اي حد يمسك الجراح ده هيقول له انت بتعمل جريمه. الحاجه الثالثه الناحيه المرضيه الشديده، يعني عين عنده القلب، عنده الضغط، عنده سكر، تخين قوي، مش قادر يستحمل عمليه مفتوحه. ابتدى بقى يخش هنا علم علاج الالم. طب انا اعالج الاعصاب، بتتعالج بجهاز اسمه التردد الحراري. الاعصاب دي ملتهبه، متداس عليها، منمله، مديه الم في العيان، فبنعمل بابر بدون فتح، ببنج موضعي زي بنج الاسنان بالظبط. الابره توصل لحد العصب تحت جهاز اشعه او جهاز سونار حسب بقى ما بنشتغل ازاي، والابره لما توصل للعصب بنشغل الجهاز، يبقى انا الجهاز ده بيطلع ذبذبات راديو فريكوانسي، ذبذبات راديو بس ذبذبات معينه. الراديو ده تردد صوتي. تردد صوتي. يعني ده احدث حاجه ان هو بيعالج العصب ويخليه ما ينقلش الم. وفي منه انواع، نفس الجهاز بيطلع نوعين، تو مودز او تو او نوعين مختلفين من الاكشن. ده اشتغلنا على العصب. طب والغضروف نفسه اللي ضاغط ده؟ لا ده ممكن بقى نشتغل عليه بابره برضو بدون فتح، واوصل للغضروف بالابره
والمريض يبقى قاعد صاحي ونايم على وشه معايا لمدة نص ساعة ساعة إلا ربع، والإبرة لما توصل للغضروف في جهاز اللي هو الكوبليشن ده ياكل قلب الغضروف بدون فتح. يبقى أنا بدل ما كنت بفتح وأوصل الغضروف بآلات وقعد العيان فترة نقاهة وعملية ووقت طويل، لا يعني أنا ما أخش بالإبرة. الإبرة يمكن حضرتك شايف دلوقتي الإبرة داخلة جوه الغضروف والجهاز بياكل قلب الغضروف اللي هو المنطقة اللي هي بسميها قلب الغضروف اللي هي بتضغط على العصب اللي نازل على رجلي. العملية دي كلها تستغرق 45 دقيقة لو كان كذا ليفل، نقول ساعة كذا ليفل يعني اكتر من اكتر ديسك. من مستوى اكتر من ديسك. العين يخرج من اوضه العمليات اللي هي ساعه قعدها معايا وهو صاحي، وساعات بنشغل اغاني، دي حقيقه شغل اغاني ام كلثوم بتاع بقى العيان. في اوضه العمليات ما بتبقاش معروفه، احنا البروتوكول بتاعه نبدا الاول جزء القران في الاول وبعدين بعد ما نخلص الوتر بتاعنا الواجب بتاعنا عايزين ندخل لا فيروز لا ام كلثوم. بتشيل التوتر من العين جدا، بس كله مش لا فيروز لا ام كلثوم. وبعدين بالظبط كده، وبعدين العين يقول لي هو انت بتعمل ايه؟ اقول له انت حاسس بوجع؟ يقول لي لا خالص. بعد ما العمليه بتخلص ال 45 دقيقه دول يطلع على اوضته يلبس هدومه ويمشي. يعني حتى ما فيش قعد في المستشفى اكتر من نص ساعه ساعه ثانيه بعد الاجراء ده. اخر حاجه هقولها ان الالم شعور اجباري كلنا هنشعر بيه، بس المعاناه منه اختياري. انت عاوز تفضل تعاني من الالم هتفضل تعاني من الالم، لكن بتدور على حل. فالمعاناه من الالم دي اختياريه، لكن الالم ده شعور ساعات نقول عليه كويس طبعا، لان بيقول لي ان في مشكله. طبعا حلو، الالم شعور اجباري لكن استمرار المعاناه منه هو اختياري، لانه الطب تقدم في هذه المنطقه تقدم مذهل وكبير. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذ الدكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم بكليه الطب التداخلي بكليه الطب جامعه عين شمس، الرائد القدير لهذا المجال. يبقى لنا حوارات كثيره أكيد. جدا ومتنوعه، لانه يعني الفيلد بتاعكم ده انتم بتتدخلوا في حاجات كثيره قوي. يعني هنتكلم على صداع النصفي اكيد، هنتكلم على مشاكل الالم بتاع العضلات، ده موال تاني خالص، العقد العضليه وموالها وموال اخره. العصب الخامس، العصب الخامس وخصوصا في الشتاء. العصب يا باشا الشتاء ده مش بيضرب خامس وسابع، العياده بتشتغل على العصب الخامس في الشتاء اكتر من الصيف طبعا. طبعا لا، والشتاء ده بس خامس وسابع واعتقد سادس، صدق جبنا حول. الشتاء فظيع. الشتاء فظيع. دكتور هشام انا اتشرفت بيك، شرف لينا، خليكم دايما على سلامه. We'll be right back.